مؤشر التلاجة بيكون الفريزر أو الكابينة تحت التلاجة النوفروست، بيكون عبارة عن 5 أرقام، ده بالنسبة للفريزر، أو بيكون بالحروف A B C، أو بيكون بمينيمم لماكسيمم اللي هو الحد الأقل للتبريد والحد الأقصى. ده برضو بيكون الحد الأقل للتجميد بتاع الفريزر اللي هو بيكون 1، والحد الأقصى التبريد أو التجميد الأكتر بيكون الرقم الأكبر. ده بالنسبة للمؤشر العادي. علشان نظبط افضل رقم بالنسبه للفريزر التلاجة، بيكون في الصيف بنخليه من 1 لـ 2، من 1 لـ 2 بيبقى درجه التبريد 2، ديت تقريبا بيدينا سالب 15، تحت سالب 13، وممكن طبعا في الصيف بيكون محتاجين تبريد اكتر او تجميد اكتر، خصوصا لو بنفتح الباب او الجو بيبقى حر. بنخلي الرقم على في الصيف على 3 او 2.5، ده بيدينا تبريد كويس قوي. طب ليه ما نخلوش على 4 او على 5؟ لان ده هيشغل الموتور فترة اكبر، يخليه يسخن، يقلل في عمره الافتراضي، كمان هيستهلك كهرباء اكتر. فالافضل نخليه 3، ونشوف نحط ازازة مية، نشوف المية علشان نختبر التجميد بتاعنا صلب ولا كويس ولا لا، نشوف التلج يكون صلب، ما يكونش فيه هش اللون الابيض ده، علشان نتأكد ان الاكل بتاعنا يتحافظ عليه كل حاجة. فنبدأ من 2.5 او 3، ده بيدينا تقريبا سالب 18 درجة. لو عايزينها سالب 20، على حسب الاكل، وفي حاجات بتبقى محتاجة تبريد جامد جدا، فبنخليها على 3.5. ما نخليهاش على اكتر عشان ما يستهلكش الكهرباء اكتر، وكمان ما يشتغلش التلاجة فترة اطول ويستهلك ويقلل في عمرها الافتراضي. ده بالنسبة للفريزر التلاجة. اما بالنسبة للتلاجة نفسها، فده عبارة عن نزول التبريد لتحت. نزول التبريد لتحت ده بنتحكم فيه برضو، درجة الحرارة بتبقى تقريبا لو خليناها على 2 بتبقى 6 درجات، لو على 3 بتبقى 8 بتبقى 4 درجات مئوية. يعني التلاتة مناسب على عشان حفظ الاكل، تلاتة مناسب. ممكن لو الجو حر قوي ممكن نخليها على 4، برضو ما نخليهاش على اكتر من كده علشان الاكل ما يجمدش تحت والتبريد يبقى زيادة وبرضو تشتغل فترة اكبر. فالمناسب 3 تحت في الصيف و2 او 1 في الشتاء. اما بالنسبة لفوق 3 او 2.5 في الصيف، وفي الشتاء 1 او 2، وده بيرجع على حسب برضو نوع التلاجة والتلاجة واستهلاكها للكهرباء، لكن كله مناسب